طب المرة الماضية أنا حكيت لكم عملنا سيت أب لجيت هاب ريبوزيتوري للكود تبعنا، تمام، اسمه هي واك دي اس، وعملت أعتقد بوش لإله أول نوت، تمام. الآن أنتوا بالنسبة لكم كيف تعملوا له إنه أو كيف تحصلوا على نسخة منه، بتختاري هنا إنه أنا بدي أعمل كلون، بتاخدي هذا العنوان هيك تضغط على الزر هذا انه بكون نسخه بالجوجل او عفوا الجيت هاب ديسكتوب. بروح بختار انه انا بدي نيو ريبوزيتوري، تمام، وبروح بحط له العنوان هذا انه انا بدي عفوا بدي اعمل كلون مش كلون ريبوزيتوري، فبالتالي انه مجرد انا بحط له العنوان هذا بروح بجيب لي اياه من الجيت هاب وباخذ النسخة هاي. طيب عشان انا اعمل اضيف نوتس انا عندي موجودة هناك، ايش بدي اسوي؟ بروح بفتح البايثون كوماند برومت وبروح بعمل سي دي وين المشروع تبعي موجود، وين موجود انا عندي؟ لما افتحه هنا بفتح في الاكسبلورر، هو بعمل لي اياه في المستندات، بعمل مجلد اسمه جيت هاب وبحط فيه اسم المستودع، فبروح باخذ هذا المسار، تمام، وبعمل cd لهذا المسار وبكتب جوبيتر لاب، وزي ما اتفقنا بفتح لي البراوزر، وهنا اتفقنا انه انا بدي احط النوت بوك تبعي هنا، انا عملت مجلد اسمه نوت بوكس بحط فيه كل النوت بوك، وعملنا النوت واحد المره الماضيه وشفنا كيف انه انا في عندي خلايا للكود وفي عندي خلايا للمارك داون. الان بشكل سريع بدنا نحاول نخلص البايثون في هذه الجلسات، فببدأ بعمل نوت بوك جديد وبكتب اسمه ناو بايثون نوت. هو ما فيش رابط بس ممكن ببساطة تقولي ريموتازكت، طب بجيب لك اياه اول واحد، حط لكم الرابط تبعه في المدونه، تمام. طيب الان زي ما تعودنا بدنا نكتب نظام النوتس، فبالتالي هنا بايثون ونبدا انا عندي موضوع، هو الموضوع الـ variables، كيف ممكن أعرف variable في البايثون؟ x بتساوي 10 y بتساوي 12 ونص z بتساوي a b c، فما فيش داعي إن أنا أعرف type في البايثون، كيف بيعرف؟ طب هل في type في البايثون؟ type صحيح، كيف بيعرف التايب؟ من الفاليو بالضبط، فبالتالي هنا انه انا ممكن اعرف التايب لهدول المتغيرات، بكتب تايب اكس تايب، حكينا انه انا مش ما فيش داعي انه انا استخدم برنت، لو كانت انه هذه شغله يعني واحده بس بروح بطلع لي اياها. الان لو بدي اطبعهم جنب بعض زي هيك بس مجرد ان بعمل كوما زي هيك، تايب واي تايب زي، فبالتالي هنا طلع انا عندي انتجر فلوت سترينج. طيب لو غيرت الاكس بتساوي اي بي سي وجبت التايب تبع الاكس شو بصير؟ بالضبط، تمام، فبالتالي خلاص التايب مرتبط بالفاليو، تمام.
الآن بخصوص الإكسبريشنز، العمليات تبعت الإكسبريشنز والأولويات هذه أنتوا أوريدي عارفينها من لغات البرمجة الثانية، بس بضل إنه كيف أعمل إنكريمنت، كيف أعمل إنكريمنت في البايثون. إكس بتساوي 3، print إكس، إكس بتساوي plus equal 1، print إكس. هذه كأنه إكس بتساوي إكس زائد 1، تمام؟ هاي بتصور الشغلة الجديدة عليكم. تمام، هيك بنكون خلصنا الـ variables والـ expressions. الآن بخصوص الـ conditional execution، وهنا بنيجي لنظام الـ blocks في البايثون. طبعا هاجيت هعدل لك المثال وهنشوف الـ flexibility. أنا عندي في الموضوع إنه أنا أرجع لكل سيل، تمام؟ هنا علمت هنا وبعمل new، فبالتالي اضاف لي سيل جديده هنا، وهذا المثال خلاص محفوظه النتائج تبعته. لو عدلت عليه فبالتالي الناتج هنا حتكون انه اكس بتساوي اكس زائد 3. طيب زميلتكم بتسال انه احنا لو عملنا دبليو او دبليو بتساوي ترو، والكيبورد تبعت الترو هنا التي كابيتال مش سمول، وهنا حطينا في التايب لازم اشغل هاي اول. نعم، فهنا بيطلع انه التايب تبعها بوليان، تمام. وهنا في الكونديشنال اكسكيوشن احنا غيرت هاي، بدل ما كانت انه بلس ايكوال 1 صارت 3، فهنا اكس بتساوي اكس زائد 3، فبالتالي الناتج 3 و6. اما بخصوص الكونديشنال اكسكيوشن، احنا في عنا الاف ستيتمنت. على سبيل المثال بحكي اكس بتساوي 10، بحكي اف الاكس اكبر من 10، اف الاكس اكبر مثلا من 5، print انه الاكس از لارج. على سبيل المثال لاحظوا انه انا في كتابه الكود هنا في الاف ستيتمنت انه انا حطيت الكونديشن بهذا الشكل وبعدين حطيت النقطتين، هذه شغله كثير مهمه. وهنا انه في الانتنديشن هو لوحده راح اعمل لي تاب انه هذه الستيتمنت تاب على الاف. فيش عندنا اقواس في البايثون بحدد البيجين والاند، بتتحدد تبعيه البلوك من خلال الانتنديشن. معنى ذلك لو عملت جمله ثانيه عمل الانتنديشن هي تحت البرنت بشكل مباشر في لاين 4، تمام، في لاين 4 حط زي هيك. لو انا رجعت زي هيك خلاص طلعت من الاف وهي الضم بهذا الشكل. الان ممكن يكون في عندي في البلوك هذا تبع الاف ملتيبل ستيتمنت، فبالتالي انه ببساطه بحكي انه print x is large. انا حطيتها كلها كسترينج وهنا حطيت الفاليو is large بهذا الشكل. فبالتالي هنا x is large 10 is large، فبالتالي هدول الجملتين. فممكن احط جمل قد ما بدي بتكون تابعه للبلوك تبع الاف، تمام. طبعا هذا بنسميه one way decision، باتجاه واحد، اذا تحقق الشرط بتنفذ، اذا ما تحققش ما بيتنفذ. معنى ذلك انه انا لو حطيت بدي اخذ القيمه تبعت x، لو حطيت هنا قيمة الاكس
ثلاثة بس دون. هاي المقصود بالone way decision. أما two way if or else بالضبط. فهنا else برضو نفس الاشي فيه له scope. وبرضه نفس الاشي ممكن يكون multiple statements بهذا الشكل. طبعا هذا الاكسكيوشن تبعها بس حيتنفذ ال if، وهنا بدي اخذها كمان مره واحط انه قيمه، احط قيمه ال x 3، ساعتها x is small. اما هنا لما كانت 3 قبل انه في ال if بس انه ما انطبع انه x is small، فبالتالي هذا ال if else انه two way decision. تمام. بدنا ندخل في مدخل المالتي واي ديسيجن. في المالتي واي ديسيجن ايش بده يكون؟ انا عندي الاستكشر اف الف الف. انت اللي بتحكي انه اف 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 بتضلها one way، بس انه اف ورا بعض لسه موضوع النستد اف، انه انا بدخل اف جوا الاف. هذا لسه حنشوفه الان، بس خلينا نشوف المالتي واي. المالتي واي معنى ذلك انه انا في عندي انه انا عندي بكون ماشي بهذا المسار. تمام. احنا حكينا انه هاي اف وهي الس، صح؟ بروح بضيف عده مسارات اخرى زي هيك. هذه المسارات الاخرى ايش بدها تصير؟ بدها تصير الف لغايه اخر حاجه الس. حنشوف كيف. الالف هي عباره عن الس اف، بس اختصارا هنا ما دام في اف بده يكون في شرط. طيب قبل ما نحكي على هذا الكلام، الجمله هذه متى بتتنفذ؟ وهاي أصغر من أو يساوي. تمام. فبالتالي ال else الحالة المغيرة اللي هو بيكون عكس هذا الشرط. فبالتالي أنا إجيت عند هذا الشرط أكبر من 5 كان false. إذا إجيت هنا إيش بيكون؟ X أقل من أو تساوي 5. كمان مرة هذا الشرط كان false أكبر من 5. فولس معناها انه هي مش اكبر من 5، اقل من او تساوي. فبالتالي هنا لما اجي في المنطقه هذه انا بكون عارف انه هي اقل من او تساوي 5، بس بدي افحصها انه هي اكبر من 3. انا متاكد انه هي اقل من 5، بس بدي افحص انه هي اكبر من 3. فبالتالي اذا كانت اكبر من 3 بدي اقول انه ميديم، وغير هيك بدي اقول انه كيف؟ بالضبط بالضبط. فالان هذه الاكسكيوشن تبعها انه هي هذه تو ستيتمنتس انه اكس از لارج. ناخذها كمان مره، وهنا بنغير قيمه الاكس انه 4، فهنا حيطبع لي ميديم. وهي كمان مره وبنغير قيمه الاكس 2، فبيطلع سمول بهذا الشكل. هذا الكلام بالضبط. هذا الكلام انا ممكن اقسمه 4 فترات زي هيك، بده يصير اف الف 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 قد ما بدي، واخر حاجه الف بالضبط. تمام. اعملكم اياها كمان فتره ولا واضحه؟ واضحه بتصور. يبقى في الكونديشنال اكسكيوشن عشان تفهموا اللوجيك تبع البرمجه صح، في عندي one way two way if else
ومالتي واي اف الف الس في البايثون. في لغات برمجه ثانيه بتكون الس اف. بس اختصارا انت لما تكتبي مع صاحبتك على الماسنجر كيف تكتبي؟ لو بدك تكتبي بدي اروح كيف تكتبي؟ بروح. وهنا نفس الاشي انه اللانجوج تبعت البرمجه هذه برضه بتضلها انه هي لانجوج، واستخدام الاختصارات فيها موجود كذلك. تمام؟ طيب هيك بنكون خلصنا موضوع الكونديشنال اكسكيوشن. بس بضل انه سويتش، لا ما في. اذا ما فيش سويتش يعني ما فيش لو. طيب بدنا ناخذ هنا لنتابع الموضوع كذلك انه try او exception. بتكتب سؤال بس بينفع يعني مثلا يقول الاكس اكبر من 5 او اقل من 3 في ستيتمنت واحد؟ طبعا اند اور يعني ممكن انه خليني اعديكم انه هنا انا في عندي شغله انه اكتب لكم هذه خليها 10 وهذا بدي اسميه نستد اف. أو nested decision. طيب حكيت هنا إذا كانت إنه x أكبر من 10، إذا كان إجيت أنا عند المنطقة هذه اللي هو line 4 و 5 بيكون الكونديشن في line 3 true وبكون متأكد إنه هي أكبر من 10. ممكن أعمل شرط إضافي f جوا ال f إنه ال x أكبر من 100. تمام؟ بروح بحكي إنه برنت هذا المثال الخاطر في بالي، يعني اذا بدكم تشوفوا يعني شغله ثانيه اللي هو القسمه ممكن كذلك. x is very large. كيف؟ لانه انا عندي الاكس 10 اكيد حنشغلها وحندخل قيمه ثانيه وحنقول انه 110. فهنا حيصير انه حيشتغل الاثنين انه لارج وفيري لارج. فيري لارج هذه نستد اف. تمام؟ حكيت اذا انا بدي احط شرط اللي هي هاي الشغلة انه انا مثلا بدي اقول انه اذا كانت اكس اكبر من 5 واقل من 3 عفوا اذا كانت انه اكبر من 5 واقل من 3 بدي احكي انه هي ميديوم ممكن اعملها في هاي المنطقة. بقول اكس بتساوي 4 وبحكي انه اف الاكس اكبر من 3 اند بعملها بالطريقة هذه بكتب اند اور كتابة اكس اقل من 5 بحكي هنا مثلا medium. بخصوص ال exception handling لأنه برضو ممكن نعتبره من conditional execution إنه على سبيل المثال x بتساوي 3 y بتساوي 4 او 5. تمام؟ بدي اعمل هنا print او بدي اعمل z بتساوي y تقسيم x y print z. هذا ما فيش فيه مشاكل صح؟ كيف؟ بدي احط هنا اكس بصفر وهنا بدي يصير في عندي اكسبشن وبدي اخلي لكم الايرور في النوت بوك عشان انه تعرفوا ايش الايرور هذا. ديفيجن او زيرو ديفيجن بالضبط زيرو ديفيجن ايرور. فهنا بدي اقول له حاول بالله لو سمحت انه انت تعمل حاصل القسمه تمام واذا كان في ايرور
بروح اطبع لي رسالة لطيفة للمستخدم، تمام، بدل ما انه تطلع له هذه الرسالة ما يفهمش منها ولا حاجة، تمام، واقول له هنا ايرور بهذا الشكل. فبالتالي هنا هاي النتيجة، ولو حطيت هاي صفر فبتطلع لي الرسالة البسيطة للمستخدم بدل ما يطلع له الايرور هذا ويتوقف البرنامج ويصير فيه كراش انا عندي للبرنامج، تمام. انا ممكن اديكم مثال، والمثال هذا انه انا كيف اعمل هاندل للاكسبشن حسب الاكسبشن. يعني على سبيل المثال بدي اخذ مثلا ان واحد بتساوي، ومنه بناخذ الانبوت بالمره. طبعا لما بدي اخذ انبوت من الكيبورد هو باخده از سترينج، بدي اعمل له كاست لانتجر، تمام، انت كيف انبوت، وهنا في الانبوت ممكن اكتب له برومت انه بليز انتر ان واحد، وهنا انا عندي ان 2. انا بدي قاصد انه هنا ان نمبر فيرست نمبر، هنا وهنا بدي اروح اطبع مباشره، بديش اخزنها في فاريبل، بدي اقول ان واحد تقسيم ان اثنين. ممكن اعمل اي عمليه ثانيه، بقدر اخذ انبوت من على الويب، هاي جاب لي البرومت زي ما على الكونسول بالضبط، ندخل الرقم الاول 3 او 2 والرقم الثاني 5، هاي نتيجه زي هيك. لكن في عنا نوعين من الاند يوزرز، في عنا اند يوزر متفزلك وفي عنا اند يوزر على نياته، تمام. الاند يوزر اللي على نياته ممكن نقول له انه بليز انتر ذا فيرست نمبر، ايش بروح بيسوي؟ مش انت بتقول لي دخل نمبر، هي دخلت نمبر، تمام. وممكن يجي المستخدم المتفزلك ايش يعمل؟ يجرب انبوتس، بضل يجرب بدي يشوف انه البرنامج تبعك سليم ولا مش سليم. فبالتالي انه في الحالتين هدول انه انا بصير في عندي كراش في البرنامج. ايش هو السبب؟ السبب انه انا عندي، انا هذا باخده as a string وبعمل له parsing as integer، فبالتالي انه ال 5 هذه ما بينفع، لازم يكون انه البيس تبعها، هي الايرور تبعها البيس 10 اللي هو digits من 0 ل 9، وهنا نفس الشيء، تمام. بالاضافه لذلك يبقى انا ايش في عندي غلط؟ value error، وهنا value error نفس الايرور. بالاضافه انه انا ايش ممكن اسوي؟ اقول 3 وصفر division by zero error أو zero division error. فأنا عندي عدة أنواع من الأخطاء، فكيف بدي أعالجها؟ بعالجها بالtry والaccept، بقول له حاول لو سمحت إنه أنت تاخذ هدول المدخلات وتجيب لي حاصل القسمة. شوفوا كيف بعمل، بخلي الtry إنه هاي تابعة للtry، علمتها كلها زي هيك وزودت الintendation تبعها، وهنا بروح بكتب accept نوع الايرور، لك هذا عبارة عن كلاس اكسبشن كلاس، بروح باخده زي هيك. انه في هذه الحالة بروح بطبع له رسالة بتوضح، بقول له خلي بالك انت بتقدرش cannot divide by zero، تمام. والايرور الثاني باخده زي ما هو، هيك بعمل هاندل لكل الايرور. حتمر عليكم ايرورز
في الديفلوبمنت، فبتعالجوها بتهندلوها إن صح التعبير بهاي الطريقة. برنت إنه هذا الإيرور إيش ماله؟ إنه الانبوت must be numeric، يعني شغلة أرقام مش بالحروف مش letters. الآن لما أشغل وأنا مرتاح، الآن قلت 5، ما صارش كراش للبرنامج. إجيت دخلت 3 و0، ما صارش، طلعت لي ايرور مسج مختلفة حسب الاكسكيوشن. حاملكوا إياها هنا في النوت بوك إنه 2 runs، هذه الميزة تبعت النوت بوك إنه هي محفوظة، إنه هذا طلعت الرسالة إنه cannot divide by 0، وهنا بدي أدخل 5 إنه input must be numeric، فالرسالة هاي طلعت والرسالة هاي طلعت. وهيك بنكون خلصنا الـ exception handling. It's very simple في البايثون بهاي الكيفية، تمام؟ الآن يجي للـ functions. واضحة الأمور لغاية الآن؟ تعريف الفانكشن بالبايثون: def اسم الفانكشن، تمام؟ بفتح أقواس بطبيعة الحال، أو خليني أعطيكم السنتاكس العام. وهنا هذه عبارة عن empty statement، وبدي أورجيكم إنه هي الانتديشن تبعها إنه هي تابعة للفانكشن زي هيك، تمام؟ هذا السنتاكس العام، بكتب اسم الفانكشن وبحط الباراميترز، وهنا أنا عندي البادي تبع الفانكشن، أنا إيش بدي أسوي؟ ممكن اعمل اكثر من ستيتمنت بدون لف ودوران. بديكم البيست براكتس. البيست براكتس في اسم الفانكشن اول حاجه لازم يكون فيرب فريز، هذا ستاندرد مش في البايثون بس، بغض النظر عن لغه البرمجه اسم الداله لازم يكون فيرب فريز. ليش؟ لانه هي تعمل اكشن معين. لكن اسم الفاريبل ايش لازم يكون؟ ناون فريز، تمام؟ يبقى هذه ممكن انه هنا احط لكم اياها انه cannot هنا انه must be noun phrase. شو معنى هذا الكلام؟ ما حد يستخدم لي x و y و z، انا بستخدم x و y و z هنا لانه انا بشرح بشكل سريع، تمام؟ انه على سبيل المثال نحط لكم اياها هنا، نو احط naming convention، هذا ستاندرد في البرمجة انه على سبيل المثال لما احكي car speed واضح هذا المتغير شو بيعني، بدون احكي a واحد عن واحد s واحد مستحيل انه انا ارجع اتذكره، مش حتى بكره، بعد ساعه، تمام؟ وهنا student name، هدول عباره عن good names. لاحظوا الكومنت وين كتبتها؟ قبال الجمله بالهاش، هذا good name. أما الـ bad name بالضبط، إنه أنا أقول إنه الـ car speed s بتساوي 100 والـ std مثلا، حتى الـ std بتساوي أحمد، حتى لو استخدمت اختصار، هدول bad names.
متعرف عليها مش فاهمة. كيف؟ الاقتصاد متعرف عليه زي ايش مثلا؟ مش ستاندرد؟ حتى لو كان انه هو متعرف عليه انه هو student، بس انه std underscore id ولا name يفترض انه انا اوضح. هذه شغلة. الشغلة الثانية ممكن تكون انه نوعا ما، لو انا بدي اختصر في الاسماء، في انا عندي في النيمينج ستاندرد انه انا ممكن اكتب الستودنت نيم زي هيك وممكن اكتبه زي هيك. هذا حسب البريفرنس، انه هذا بيسموه انه الكامل واي زي هيك، تمام؟ انا شخصيا بفضل هاي. ليش؟ شو السبب؟ انه انا بالنسبه لي ريدبل اكثر، انه انا يعني طول نهاري وانا يعني بتطلع على اكواد، فالمريح بالنسبه لي انه نكتب بالطريقه هذه، يعني ولو انا كنت شغال في تيم بفرض عليهم هاي الشغله، تمام؟ لانه انا بدي اراجع اكواد. في حدا ثاني بيقول لك لا، هذه انا بالنسبه لي ريدبل اكثر، فبالتالي بترجع حسب الشخص، بس انه هما كستاندرد التنتين موجودات. حوضحها، بس احنا انتقلنا لموضوع النيمينج وحكينا انه النيم فوق لازم يكون ناون فريز، زي مثلا كار سبيد ستودنت نيم، هنا لازم يكون انه نيمينج convention انه must be verb phrase. يبقى لما احكي def car هذا عبارة عن bad name، هل بدي اكتبها empty function؟ شو بتسوي هاي الدالة في السيارة؟ حتى لو حطيت انه underscore برضو noun phrase، مش معروف شو الدالة هاي بتسوي. يفترض ان اقرأ الدالة، اسم الدالة، هاي الدالة، اورجيكم كيف انه good name. بدون ما اطلع على الكود جوا خلاص عرفت الداله هاي شو بتسوي، تمام؟ يبقى هاي الشغلات تعود، بدكم تلزموا نفسكم فيها من الان، لانه مش تقولوا لا بعدين لما تجينا وظيفه ولما كذا، لا من هالقيد. طيب نيجي الان على البيست براكتس. البيست براكتس من الاخر انه انه ايش اسوي؟ لما اكتب بالبولد شو معنات هذا الكلام؟ كيف؟ انه ايش؟ ايش مهم؟ في حدا عنده تفسير ثاني؟ لما تلاقوا حدا كاتب بالكابيتال انه بيزعك، تمام؟ ما حدش يعمل اي او جوا الفانكشن، لا انبوت ولا اوتبوت. شو السبب؟
شو السبب؟ انه الاي او حسب انا ايش استدعيت بقول اصلا انه موجوده بس بدي انفذ امر معين وارجع ثاني للانبوت انه الانبوت والاوتبوت جوا الداله بقيدني ليش؟ لانه هذا الكود هذه الداله انا ممكن استخدمها على الويب ممكن استخدمها في جرافيكال يوزر انترفيس ممكن استخدمها في كوماند لاين لما انت تعمل انبوت او اوتبوت انت بتقيدني لا رجع لي وانا بعملها ريندر وين ما بدي لو بدي انا اعملها برنت في اتش تي ام ال بيج بمررها هناك وبتنعرض في تيبل بتنعرض كليستد ايتم او على جرافيكال يوزر انترفيس انه بتكون انه يعني ناس ظاهره في مسج مثلا او في شغله معينه لكن لو انا عملت برنت يبقى الباد براكتس انه زي هيك الباد براكتس انه زي هيك انه انا اعرف ديف كومبيوت اي في جي ومثلا عندي ان واحد ان اثنين ان ثلاثة لا هذا جود براكتس البست براكتس الباد براكتس انه انا بعمل ان واحد بتساوي انت انبوت وهنا وهنا بحكي انه الار بتساوي ان واحد زائد ان اثنين زائد ان ثلاثة او بدون ار بتساوي بروح بعمل print على ثلاثة طبعا لما اشغل مش حيصير ولا حاجة ليش؟ لانه ما عملتش call هنا بعمل call بس مجرد بكتب اسم الدالة هنا بديني هاي 3 4 5 الافرج تبعهم 4 طبعا هنا 4 بوينت 0 لانه عبارة عن عملية قسمة دائما الناتج في عملية القسمة حتى لو كنت قاسم انتجر على انتجر دائما بيطلع فلوت باخذ باراميتر وبرجع قيمة الباد براكتس انه بعمل انبوت ايوه هذا انبوت هدول الثلاث جمل انبوت بالضبط انه اخذت انبوت من الكيبورد لما انت بتعمل لي انبوت انت بتقيدني يعني فرضا انه انا بدي اخذها من تكست فيلد على الويب او من جرافيكال يوزر انترفيس تمام وهي السطر عباره عن اوتبوت هذا الاوتبوت انه انت بتطبع على الشاشه بس انا ممكن انا بدي اعرضها في اتش تي ام ال بيج وبدي اعملها فورماتنج مثلا أو أعرضها في رسالة يبقى هذا الباد براكتس البيست براكتس إنه أنا إيش أسوي؟ بالضبط فبالتالي أنت وين ما بدك قبل ما تستدعيها خذ الباراميتر زي ما بدك بدك إياهم من الكوماند لاين انترفيس بدك إياهم تاخذهم من ال HTML ويب بيج من الفورم مثلا بدك تاخذهم بدك تمرر لي إياهم من الشبكة لو أنا كنت عامل تطبيق برسل بيانات عبر الانترنت مثلا او عبر الشبكه ف def compute avg وبحكي ان واحد ان اثنين ان ثلاثه يبقى البيست براكتس انه مرر باراميتر ورجع قيمه هذه void بترجعش قيمه تمام فبروح بعمل return ممكن اعملها في كذا جمله احط ال r بتساوي تمام ثواني احط الار بتساوي المجموع على العدد او ممكن ريتيرن مباشره انه ان واحد زائد ان اثنين زائد ان ثلاثه تقسيم ثلاثه بس بدي اعمل كول بنروح على بريك ثلاثه او اثنين ثلاثه اربعه زي هيك فممكن انا ايش سويت انه انا هنا هاي الكول الاول انه طبع لي اياه مباشره لان انا على 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 الجيبتور انه طبع لي اياه ممكن انه اقول انه برنت
نفس النتيجة، وممكن أحكي إنه R بتساوي مثلاً بدي أزود عليهم 10 وهي برنت R، فبالتالي النتيجة أخذتها وعملت عليها مثلاً إنه هذا عبارة عن قيمة الفاتورة وأنا بدي أخصم لك من الفاتورة 5%، تمام؟ فبروح بأخذها وبجري عليها العمليات، ويعني بأخذ النتيجة وبجري عليها العمليات اللي بدي إياها، تمام؟ هذا بخصوص الفانكشن. اللوبس بعد البريك إن شاء الله.